تساؤلات عدة ما زالت تشغل الشارع العراقي بعد مقتل أسماء كثيرا ما تصدرت المشهد في بلاد الرافضين على المستوى الميداني وحتى السياسي خلال السنوات الأخيرة. مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة أمريكية في قلب العاصمة بغداد فتح الباب أمام الحديث عن تفاصيل الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية الموقعة بين الطرفين في 2008 وما تسمح به في حدود حفظ سيادة البلاد والتحركات العراقية المقبلة في هذا الإطار. وفي خضم ذلك ما زالت لغة التهديد بين الولايات المتحدة وإيران هي السائدة رغم الدعوات الإقليمية والدولية للتهدئة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه على تويتر حذر من مهاجمة مصالح أمريكا قائلا أنه سيرد بقوة أكبر من أي ضربة سابقة وأشار إلى أن الولايات المتحدة التي أنفقت تريليوني دولار على تحديث قواتها العسكرية لن تتردد في استخدامها ضد إيران وأكد أن واشنطن حددت بالفعل 52 موقعا إيرانيا استراتيجيا سيتم ضربهم إذا ما حاولت طهران استهداف أي من القواعد أو المصالح الأمريكية وقال إن إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف بعض الأصول الأمريكية كانتقام بعد مقتل قاسم سليماني. تغريدات ترامب جاءت بعدما أكدت إيران على لسان العديد من مسؤوليها بأن الرد قادم لا محالة حيث أعلن الحرس الثوري تحديد 35 موقعا أمريكيا حيويا في المنطقة تقع في مرمى إيران بينما دعت ميليشيات حزب الله العراقية هي الأخرى الأجهزة الأمنية في البلاد إلى الابتعاد عن القواعد الأمريكية لمسافة لا تقل عن 1000 متر في إشارة إلى أنها ستستهدف تلك القواعد. وقبل ذلك قرر التحالف الدولي وحلف الناتو تعليق خفض المهام العسكرية للقوات الأجنبية في العراق بينما دفعت واشنطن 3000 عسكري إضافي إلى المنطقة في ظل هذا التوتر. وبين هذا وذاك يرفض المتظاهرون في ساحات الاعتصام بمحافظات العراق بدفع بلادهم لتكون ساحة للصراع الإقليمي مطالبين بوقف كل خرق لسيادة البلاد في كل الجهات الإقليمية والدولية.